بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخواني أخواتي، ومرحبا بكم في قناتكم يوميات معلم. إن شاء الله هذا الفيديو نتمنى أنه يعود عليكم بالنفع، وخاصة الناس اللي غيجتازوا إن شاء الله مباراة ديال الأطر الأكاديمية. إذن بداية، أول شيء نتفق عليه هو أن هذا الفيديو غنخصوه إلى شطرين. القسم الأول غنخصوه لبعض نصائح، او بالاحرى طريقه ديال الاستعداد للمباراه، اضافه الى الشق الثاني اللي غنخصوه لبعض نصائح اثناء اجتياز المباراه. اذا اول نصيحه هي ان الانسان اللي غيتوفق ان شاء الله خصو يبغي هذه المهنه ويحبها عن ظهر قلب وباش يعطي فيها، لان الانسان اللي ما كيحملش شي مهنه وخدام فيها راه طبيعة الحال راه ما غيعطيش فيها، ما غيعطيش فيها، وسيرتو في هذه المهنة اللي هي تكليف قبل أن تكون تشريف، وفيها مسؤولية أكثر من المهن الأخرى. بطبيعة الحال نتمنوا أن الناس أو المترشحين اللي غيدوزوا هذه المباراة أنهم يقدوا يكونوا قد المسؤولية إن شاء الله، ويعطيو في هذا الدومين اللي هو أصلا متضرر. نتمنوا أن هذه المهنة أو هذا التعليم ديالنا ينهض لقدام إن شاء الله. كما كنعرفوا كذلك بأن الوزارة مقبلة على إطلاق واحد يعني مباراة ديال التوظيف ديال عدد هائل، وهذا ما يروج مؤخرا في الصحف الوطنية، لعدد ديال المناصب الشغل المخصصة بالنسبة للوزارة هي 20,000 منصب شغل. ان شاء الله غنطرقوا لبعض النصائح. يعني هنايا يعني هناك حدود وفيره جدا بالنسبه للناس اللي مهتمين بهذا الدومين وبغاو انهم يدخلوا ليه، يعني ويتوفقوا فيه ان شاء الله بالاراده ديالهم بطبيعه الحال وبالمراجعه والاستعداد الجيد لهذه المباراه. يعني فكل الحدود يعني متوفره. ان شاء الله نطرقوا دابا النقط اللي غتساعدكم ان شاء الله بالاستعداد الجيد لهذه المباراه. اذا اول شيء غديروا هي وضع خطه للمراجعه ابتداء من الان. يعني الانسان اللي مازال ما بدا المراجعه ابتداء من مشاهدتك لهذا الفيديو، النصيحه الاولى انك تبدا وضع خطه للمراجعه، لان اي تاخر فهو عامل سلبي يعمل ضدك. يعني الانسان خصو يحط واحد الخطه من الان الى حدود شهر دجنبر اللي كتوضع فيه او كتنصى فيه المباراه. الانسان يحط المراجع، داكشي اللي غيراجع، الخطه يقسم المواد اللي غيراجع. بالنسبه للابتدائي كما كنعرفوا عندهم علوم التربيه اضافه الى الديداكتيك، المواد اللي يعني عندهم ماده العربيه، الفرنسيه، الرياضيات، النشاط العلمي، إضافة إلى الفرنسية. إذا بالنسبة للمواد أو الشعب الأخرى فعندهم علوم التربية إضافة إلى مادة التخصص، ديداكتيك في المادة ديال التخصص. بالنسبة للنصيحة الثانية هي وضع خطة للتحكم في الوقت بشكل براغماتي ومسؤول. يعني انطلاقا من الآن إلى حدود صدور مذكرة ديال المباراة، الإنسان خصو يقسم هذا التوقيت من الآن إلى صدور يعني مذكرة ديال المباراة، أنه يقسم هذا التوقيت على المراجعة وكيفية ديال المراجعة. وهذا الشيء يعني كنخليه لكم، ملي كتعرف المواد اللي غتراجع يعني غتعرف التقسيم ديالك، كل واحد الطريقة ديال المراجعة ديالو والبريباراسيون ديالو، ما عندكمش إشكال. ثالثا، النصيحة الثالثة هي أنك تراجع بوحدك في البداية، يعني تراجع بوحدك، تحاول تجمع الكم الهائل من المعلومات سواء في علوم التربية سواء في الديداكتيك ديال المواد، وفي الأخير ديك الساعة تراجع في مجموعات، يعني تكون عندك واحد الكم الهائل ديال المعلومات، وخاصة الناس اللي ما عمرهم دوزوا ولا اللي أول مرة غيدوزوا، يعني كون مجموعة من المعلومات عاد ديك الساعة راجع اون جروب، لأن بعض المرات في الأحيان في المجموعة تعمل دور سلبي أكثر مما تعمل دور إيجابي. حيت علاش؟ بالنسبة للناس اللي كتكون بعض المرات أعضاء اللي كيكونوا في المجموعات
غير مهتمين بسميتو، يعني كتكون كتجتمعوا على موضوع ديال انك تراجعوا، ولكن في الاخر كتخرجوا الموضوع وفي الاخر ما كيتمش هذاك الهدف اللي سطرتيه انت انك جيتي تراجع معهم الى اخره. اذا تفادى هذه القضيه ديال المجموعات حتى الاخير، الانسان يبريباري مزيان وفي الاخير يجلس مع المجموعات ويراجع معهم. رابعا راجع مع من يريد النجاح، تراجع مع الناس اللي متفائلين وبغى، يعني الانسان اللي بغى ينجح يعني يكون متفائل بحاله، ماشي شي واحد اللي غيجرك لتحت وهو متشائم، يعني كيقول لك اودي هذه المباراه فهي فقط حظ الى اخره، ندوزها بالنقيل، ولا كاينين الناس غير اكفاء دازوا العام الفايت، ولا كاين باك صاحبي الى اخره. يعني هذه المعطيات حنا ما غنفندوش ولا ما غناكدوش هذه المساله، نتفاداوها، نديروا داك الشيء اللي علينا حنايا، يعني انك تراجع المباراه وتدوزها وتوكل على الله والكمال على الله، وخلي الحيثيات ديال القضيه ديال ما وراء المباراه. خامسا، لا تكثر من المراجع، ما تكثرش من المراجع، يعني اختار جوج المراجع على الاكثر ودير لهم تلخيص وراجعهم مزيان، خاصه في علوم التربيه، وركز في المسائل اللي هي اساسيه، سيرتو الا ما عندكش الوقت بزاف، يعني ما تكثرش في المراجع باش ما تدوخش وما تدورش في دوامه كبيره اللي انت عن في غنى عنها، لان راه كما كنعرفوا علوم التربيه راه بحر، والديداكتيك حتى هو راه فيه ما يتقال الى اخره، يعني كتحاول تركز على المسائل اللي هي اساسيه. وممكن انك ترجع للقنوات ديال اليوتيوب وبعض المواقع سميتو بعض المواقع في الانترنت، يعني فقط دخل جوجل و يعني وكتب، يعني اطلب فقط يعني طريقه ديال المراجعه ولا شنو خصني نراجع الى اخره، راه داكشي راه كيتعطى تما. سادسا، غتقوم بالتلخيص بطريقه ديالك وما تاخذش التلخيص ديال الناس اخرين، لان التلخيص ديال الناس اخرين راه ما كيترسخش، كون على يقين انه ما غيترسخش لك في الدماغ، يعني كتحاول غتحفظه ولكن ما كيترسخش، في حين ان التلخيص اللي كديرو انت وكدير واحد الشجره وكدير واحد الخطاطه كدير فيها معلومات ديال سواء في علوم التربيه سواء في الديداكتيك الى اخره، فهي كتدخل الدماغ وترسخ فيها، يعني كدوز مباراه ملي كتحتاج هذوك المعلومات، يعني كيرجعوا لك بطريقه سهله وسلسه، ماشي بحال خديتي شي تلخيص كيكون صعب انك تراجعه لانه تدار بطريقه ديال شي شخص اخر، ديما الطريقه كتختلف من شخص الى اخر. سابعا، النصيحه السابعه هي انك تجز بعض الامتحانات اللي تداروا في العمام اللي قبل ديال 2018 2017 2016، الانسان يدوزهم ويحاول يرتب التوقيت، يتدرب على التوقيت، يعني كتدرب على مجموعه من المسائل اللي كدوز هذوك الامتحانات القدام، يعني كتحط المصحح اذا كان، يعني كتقلب في الانترنت راه كاين المصحح ديال 2018 ديال 2017 الى اخره، وكتاخذ الامتحان كتحاول، ولكن هذا الشيء كيجي من بعد مراجعه، كتراجع كتجي كتحط هذوك الامتحانات كدير امتحان تجريبي بالنسبه لك انت، كتستافد منه. اول حاجه انك كتشوف هذوك المعلومات واش يعني هذوك المعلومات اللي راجعتي واش يعني استفدتي منهم ولا عطاكم افاده في هذاك الامتحان. ثانيا، كتستافد القضيه ديال التوقيت، كيفاش كتجيري، كيفاش كترتب التوقيت ديالك، يعني عندك ساعتين مثلا كتحط لك الرونو ديالك، كتقسم التوقيت ديالك ما بين قراءه ديال الاسئله، فهمها، وضع المسوده، تخطيط، كتابه الاجوبه في المسوده، من بعد نقلها الى ورقه الرئيسيه الى اخره. كل هذا الشيء راه كتستافد من هذه القضيه ديال الامتحانات اللي قدام، خصك تدوزهم وتريني فيهم مزيان، يعني الانسان يستعد انطلاقا من الامتحانات القدام. ثامنا، ما عمرك تشك في راسك بانك ما غتنجحش، لان الشك، يا القضيه ديال الشك فهي من مسببات ديال الفشل. الانسان يكون متفائل بطبيعه الحال، نكون متاكد بانني غنجح ان شاء الله، ونكون على يقين اني غنجح، ولكن كما قلنا انك تستعد وتوكل على الله ودير في راسك غتنجح، لان عامل ديال التحفيز فهو كيساعد الانسان انه يدوز مباراه باريحيه اكثر، ماشي بحال الانسان اللي جا معول داير في راسه بانه راه ما غينجحش، جا غير يدوز الى اخره، الانسان يدوز ويتوكل على الله ويراجع مزيان والكمال على الله. وبطبيعة الحال عاشرا، الإنسان ملي كيراجع وكيدير هذه المسائل كاملة كيجي الامتحان وكيتوكل على الله بطبيعة الحال، كماله لله.
دابا نجيو للنقطة الأخرى، هي النصائح اللي متعلقة باجتياز المباراة أثناء المباراة، يعني كيفاش خصني ندوز المباراة ديال الكتابي بطبيعة الحال. إذن أول شيء يجب القيام به فهو عليك أن تراجع الدروس ديالك اللي قلنا سابقا، يعني كتجي بعد الامتحان مراجع الدروس ديالك كاملين، يعني خديتي واحد النظرة كاملة حول الدروس اللي غتراجع. بالنسبة للناس ديال الابتدائي حيت تخصص ديالي ابتدائي، فعلوم التربية بطبيعة الحال قلنا فهي بحر كبير، يعني كتحاول ترجع للامتحانات اللي قبل باش تاخذ فكرة على الأسئلة وطبيعة الأسئلة اللي كتعطاو وتراجع على أساسها، تراجع داك الشيء اللي كتعطى بزاف. القضية ديال الديداكتيك ديال المواد بالنسبة للفرنسية الرياضيات العربية العلوم، يعني هذا الشيء كتعطى من إعدادي ابتدائي، يعني الانسان يرجع المراجع ديال المستوى السادس ابتدائي يرجعه كامل، يحاول يسترجع هذوك القواعد، يسترجع مجموعه من المسائل اضافه الى بالنسبه للرياضيات يراجع الى حدود المستوى التاسع او الثالثه اعدادي، يعني هذا الشيء كامل تقريبا اللي كيتعطى بالنسبه للابتدائي. ثانيا ملي الانسان كيجي للامتحان ما عمره يعني يفكر يعني يجيب أريحية، ما عمره يفكر في الآخرين هادو كبار وهادو قلة مجهدين، هذه يعني كيجيو بعض الوساوس أثناء اجتياز المباراة ملي كتجلس في المقعد ديالك كتنتظر الورقة ديالك، كيجيو بعض الوساوس لا وقيل المحال واش ندير هادشي، راه هادشي الناس جايين مجهدين، هذا لابس مزيان، هذا لابس الكوستيم، هذه كامل داكشي راه يعني وساوس. الإنسان خص يجي مرتاح مادام أنه هو راجع، مادام انه توكل على الله يجي ويركز في الورقه ديالو، ما عمرو ينتبه لهذوك المظاهر والمسائل اللي كيدور حوله، يعني ينتبه للورقه ديالك وركز فيها وما يكون غير خير ان شاء الله. ثالثا قراءه ديال الاسئله تكون قراءه بتمعن، لان قراءه السؤال وفهمه فهو نفس الجواب، ما عمرك تسرع على الاسئله تزرب عليهم وتجاوب، وخاصه الكيسين يعني هذوك الاسئله اللي فيهم اجوبه اختيارات، مثلا عندك كيكون عندك سؤال وعندك اربعه الاجوبه، ولكن في بعض الاحيان ولا اغلب الاحيان كتلقى هذوك الاجوبه متقاربه بزاف، يعني كيخص شويه ديال التركيز في الاجابه. رابعا خص الانسان يعرف كيفاش يجير التوقيت ديال الامتحان ديال المباراه، عفوا ديال المباراه ديال التعليم، كيفاش يجيري الوقت ديالو. هادشي كيجي كما قلنا قبل من التدريب اللي خصو يديرهم في الاستعدادات ديالو لهاد المباراه. خامسا اذا كان الامتحان كيتضمن بعض النصوص او نص خصو يقرا الانسان مزيان ويستر على الكلمات المفاتيح ويطلع على مجموعه من الافكار ديالو ويفهم الفكره الاساسيه اللي كيهضر عليها النص على اساس انه يجاوب على هذوك الاسئله بطريقه صحيحه يعني وتجنب اخطاء. سادسا اعتماد على المسوده، فاغلبيه ديال الناس ما كيعتمدوش او اغلبيه ديال المترشحين ما كيعتمدوش على المسوده، يعني كيجيو كيكتبوا فيها جوج كلمات الى اخره كيدوزوا الى يعني ما كيستعملوهاش بزاف، كيجي مباشره الورقه ديال التحرير وكيكتب، وهاد ورقه التحرير كتلقى فيها اخطاء كتلقى فيها تشطاب الى اخره، وهاد ملي كتفقد الورقة الجمالية ديالها فهذا عامل من العوامل ديال ان التصحيح ديالها كيكون شوية ناقص، يعني راه هذا الشيء كيدخل فحتى هو الجمالية ديال الورقة كتدخل في التصحيح. اذا الانسان يحاول يدير الورقة ديال عفوا يدير المسودة ديالو، ما تقولش الا راه التوقيت غير كافي، كما قلنا راه هذا الشيء كيجي من التدريب، انك تاخذ هذيك سميتو المباريات اللي دازو قبل تدرب على التوقيت ودير المسودة ديالك، راه تقريبا راه غتجي التوقيت غتجيبو هو هو. سابعا وضع التصميم، ان اغلبيه الناس الاجابه ديالهم كتكون عاديه وما كيوضعش التصميم بالنسبه للاجابه ديالو، يعني هذه القضيه ديال المقدمه يحترم العرض يحترم الخاتمه، ويستعمل الانسان الكلمات والمصطلحات اللي هي تقنيه في علوم التربيه وفي الديداكتيك الى اخره، ما يجي يعني الانسان ما تكونش هذاك الموضوع ديالو انشائي عادي سردي بحال كتعاود شي قصه ولا شي حكايه، يجب استعمال هذوك المسائل اللي هي تقنيه ومصطلحات تقنيه
باش تكون واحد الميزه زايده على الناس الاخرين، يعني تكون عندك واحد الميزه زايده على الناس اللي كيدوزوا معك او المتبارين الاخرين. ثامنا، انسان يبدا دائما بالاسئله اللي هي سهله، كيدوز عليهم كيجاوب عليهم ثم كيرجع للاسئله اللي هي متوسطه ثم في الاخير الاسئله اللي هي صعبه. المهم في هذا الشيء كان ان الاسئله خصك تجاوب عليهم كاملين، ما تخليش شي سؤال ما جاوبتيش عليه، واخا دير هذاك السؤال اللي صعيب جاوب عليه على قد الفهم ديالك، انك ممكن انك تخطف واحد نصف نقطه ولا نقطه من هذاك السؤال اللي موضوع عليه مجموعه من النقاط. ما تخليش سؤال، وخاصة إذا كان سؤال عليه مجموعة من النقاط، كتلقى 4 نقاط 5 نقاط إلى آخره. تاسعا، ما عمرك تقلق ولا ترتابك من اللي كيحطوا الناس الأوراق ديالهم ولا المترشحين كيحطوا الأوراق ديالهم. يعني كان مجموعة من الناس كيرتابكوا في هذه اللحظة، كيقول واش أنا وقيلة ما درت والو، الناس سالوا بكري، الناس وقيلة جاوبوا مزيان، حيت كاين اللي كيدور هكا كيشوف مثلا ورقة ديال الزميل ديالو ولا الصديق ديالو ولا المترشح الآخر مليئة معامرة، كيلقاها عامرة كيقول هذا هو عرفتاش دار هذا هو راه صافي وقيلة أنا ما داير والو. يعني كاين الإنسان كيتشائم كيفقد الامل وما يعني ما كيدير مازال والو. الانسان يركز في الورقة ديالو، ما بقاش في الكم راه بقات في الكيف. راه ممكن انك دير اجوبه صغيره ولكن مستعمل الكلمات اللي هي تقنيه ومركز على الاجابه على السؤال بطريقه اللي هي سلسه وسهله، يعني ما معقداش. حيت كاين كيدير يعني موضوع كبير ولكن كتلقى الاضطراب، كتلقى التكرار، كتلقى الاخطاء الاملائيه، كتلقى مجموعه من المسائل. يعني الانسان خصو يتفادى هاد المسائل وما يتقلقش ويركز في الورقه ديالو، اللي بغى يحط الورقه ديالو يحطها، حتى بقى بلاص حتى يسال التوقيت بشويه. يعني بالنسبه للعاشرة، خصك تراجع الورقه عده مرات قبل ما تحطها، وكاع ما تحطها حتى كاع يطلبوها لك، يعني باش تفادى كاع سميتو الانسان يجلس حتى الاخر ويراجع الورقه ديالو. قدرت لك سؤال ما جاوبتيش عليه، قدرت لك شي سؤال جاوبتي عليه ولكن غلطتي، ممكن. المهم هذيك المراجعه ديال الورقه كتساعدك باش تدرك مجموعه من الاخطاء وتصححهم. وفي الاخير نقطه، بغيت نعطيكم واحد القضيه ديال النصيحه للناس اللي غيدوزوا اول مره. راه كاينه واحد المساله انا كرأي شخصي كنلقاها نقطه فاصله ما بين الناس اللي كينجحوا في الكتابي والناس اللي كيسقطوا، اللي هي مساله ديال الجداده، قضيه ديال الجداده اللي هي التحاضير او التخطيط ديال الدرس. القضيه ديال الجداده دارتها الوزاره والله اعلم بالنسبه، حيت علاش التكوين دابا راه ما بقى فيه بزاف، فيه غير 7 شهور ولا 6 شهور اللي كيكون ديال التكوين. يعني سيبلات الوزاره، سيبلات مباشره الناس اللي اصلا عندهم درايه في الدومين، يعني ما كيحتاجوش بزاف تكوين، هذيك 6 شهور كتجي كتكون قادهم ولا كافيه، يعني عنده اصلا هو المفاهيم وعنده طريقه ديال العمل. وخاصه الناس اللي كيقريو في التعليم الخصوصي، الناس ديال 10000 اطار، الناس اللي عندهم تكوينات في علوم الطبيه الى اخره، يعني مباشره كتحط ليه الامتحان كيعرف هو الجداد شنو هي، كيحطها كيجاوب عليها. الناس، نصيحه للناس اللي ما عمرهم قراو في التعليم الخصوصي، اللي ما دازوش 10000 اطار، اللي ما عندهمش تكوينات في علوم الطبيه، انهم يركزوا على هذه القضيه ديال الجداده، فهي اللي كتكون فاصله بين الناس اللي كينجحوا والناس اللي ما كينجحوش. اغلب الاحيان، هذا كمنظوري الشخصي، يعني الانسان على الاقل يشد الهيكله ديال الجداده، لان الهيكله ديالها راه عليها التنقيط حتى هي، يعني راس الجداده، المحتوى ديالها، يعرف القضيه ديال التخطيط، تدبير، تقويم الى اخره. إذن ركزوا على هذه القضيه ديال الجداده والكمال على الله ان شاء الله. نتمنى انكم استفدتوا معنا في هذا الفيديو، وما تنساوش تابونوا معنا اذا كانت هذه اول زياره لك القناه ديالنا، تابونوا معنا ان شاء الله. ولا عجبك الفيديو بارطاجيه مع الاصدقاء ديالك ولا الزملاء ديالك اللي غيدوزوا المباراه، لعل وعسى الانسان يستفد. ان شاء الله في قادم الايام ان شاء الله غندير واحد فيديو اخر ان شاء الله حول امتحان او مباراه ديال الشفوي. الانسان، الناس اللي كينجحوا في الكتابي، يعني كيف تجتاز المباراه ديال الشفوي بطريقه صحيحه، يعني تجاوز فيها مجموعه من الاخطاء اللي اصلا وقعنا فيهم حنايا، حيت اصلا حتى انا دوزت واحد المره شفوي وسقطت فيه، من بعد تجاوزت هذوك الاخطاء الحمد لله.
يعني غيكون معنا الزملاء ديال الاساتذه اللي دوزوا مجموعه من التجارب حتى هما عندهم تجارب، غيعاودوا لكم التجارب ديالهم الحيه باش تستافدوا من هذوك الاخطاء. الانسان باش ما يوقعش في نفس الاخطاء ويدوز الامتحان الشفوي وتوفق فيه ان شاء الله. وهذا الشيء اللي نتمنوا لكم، وحظ موفق للجميع، وبارك الله عليكم وشكرا.